تلاميذ الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. نفتح مع بعض صفحة 18، نفتح مع بعض صفحة 18، يلا أهي 18 في كتاب التدريبات، 18 في كتاب التدريبات، يلا معاي. فتحنا، يلا يلا معاي نفتح 18 في كتاب التدريبات. فتحنا، يلا حنبدأ تسجيل توا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء، تلاميذ الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات، نبدأها معاكم ودرس جديد. اليوم حنحل كتاب التدريبات، حنحله كتاب التدريبات. هني قال لك عد واكتب العدد، هني شوفوا معي بتعد الأشياء اللي عندك وبتكتب العدد. شوفوا الأرانب عندي، واحد اثنان، كم عندي أرنب؟ اثنان. كم عندي أرنب يا سنة أولى؟ اثنان. يلا فاطمة عبد بن حليم، نفتح لك الصوت، أضغطي على، أعطيتك الإيد اللي فتح الصوت، أضغطي على بتاع الصوت، أضغطي يا فاطمة بن حليم. يلا يلا فاطمة، عدي لي كم عندي خنفساء يا فاطمة، ثلاثة، ونعده يلا. واحد، اثنان، ثلاثة. عندي 3 خنافس، أحسنتي يا فاطمة، أحسنتي يا فاطمة. يلا حنشوفوا من طب بنقعد عاقلين باش نختاروا الكل وينوض. طب نسكر عليه فاطمة، الياس نطاوع، افتح الصوت عندك يا الياس، أعطيتك الإذن يلا. نضغط على أيقونة الصوت يا الياس، يلا باش الكل ينوضوا. ريتال انت بعدها، حتى انت اعطيتك الإذن للصوت، اضغطي على الصوت يا ريتال. يلا يلا يا الياس، الياس نشوفوا كم عندي حبة إيجاص يا الياس، يلا معاي الياس، سبعة، نعدوهم، لا احنا ما نبيش العدد، يلا الياس. واحد، سبعة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، شوية يا ريتال مش دورك. سبعة ريتال، ريتال ما هوش دورك، شوية انتي بعدها. كم عندي حبة كمثرى يا الياس؟ سبعة، 7. يلا توا دور ريتال، نسكر، شكرا يا الياس. يلا يوسف انت بعد، افتح الصوت ريتال، نعد القطط يلا، عدي. واحد، عدي يا سنة أولى، أنا ما نبديش الكتابة، بتعدي معاي، يلا عدي من الأول. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عندي 10 قطط، عندي 10 قطط، أحسنتي يا ريتال، ومعش نعطي الإجابة إلا لما نعد. اليا يوسف، يوسف يلا يا يوسف اكتب العدد. يلا عندي مجموعة حيوانات، يلا شوفوا قديش عندي طائر من اللقلق. يلا واحد، ثلاثة، اثنين، لا لا لا، واحد بأصابعي، اثنان، أروى أروى الدروقي أفتح الصوت بعدها يلا. يلا واحد، اثنان، شن بعد الاثنان؟ يلا واحد، اثنان، وهذا ثلاثة. إذا عندي 3 طيور، يلا نسكر عليه. يوسف أروى أفتح الصوت عندك، فتحت لك، فتحت لك يا أروى الدروقي، أضغطي على الصوت. يلا يا أروى نعدوا، كم عندي قرد يا أروى؟ كم قرد عندي أمامك هنا؟ يلا يا أروى قديش عندي؟ أعطيني الرقم يا أروى. واحد، عندي قرد واحد. أحسنتي يا أروى، يلا نشوف اللي بعدها. عبد الرحيم شطية افتح الصوت عندك، وعائشة افتح الصوت عندك، عائشة الزرقانية بالدور. حاضر يا ايثار بعدهم، يلا افتح الصوت يا عبد الرحيم. خالد كويس، يلا عبد الرحيم، وبعدين نكمل عبد الرحيم، نجي لي عائشة. عبد الرحيم كم عندي قطة؟ نعد القطط يلا، عد. واحد،
اثنين ثلاثة أربعة. أربعة قطط. عائشة يلا نعد السناجب يا عائشة. قداش عندي سنجاب يا عائشة زرقاني؟ علي صوتك قولي هولي بالصوت. اثنان اثنان صوتك واطي هالبا يا إيثار. أفتحي الصوت عندك وترتيل أفتحي الصوت عندك. اللي رقمهم خاشين بالرقم السري اسمهم بعدهم انتباهي انتي واخوك اللي مقعمزين. يا إيثار سلام ورحمة الله. عندي عشرة أوراق يلا نعد السحالي عدد السحالي يا إيثار. يلا هادي واحد عدي. اثنان ثمانية تسعة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وهادي وهادي بعد الثمانية مني ثمانية وبعد الثمانية تسعة. تسعة يلا من اللي قلت لها بعد إيثار أنا؟ من اللي أعطيتها الإذن الفتح؟ من اللي فتح؟ عبد الرحيم جاوبتني أنت. إيه خلنا نسكر الصوت. هاي مني اسمك؟ أنا ترتيل. ترتيل يلا يا ترتيل. يلا يلا يا ترتيل كم عندي دب يا ترتيل؟ يلا واحد اثنان ثلاثة أربعة. وهذا اللي من لوطة يقول لك باي من أسفل هو خمسة. خمسة ركزوا راه مرات يلعبوا عليكم الأصدقاء هم يبدأ متخفي. أحسنت يا ترتيل. يلا يا مني 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 أفتحي أنت يلا اللي مقعمزة متخشى بالرقم. إيه إيه شعرك كاري انتي وجنبك خوك مش باين هلبة. ايه انتي 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 اللي تشبحي الشاشة. افتحي ايوة افتحي افتحي الصوت. محمد قمو افتح الصوت حتى انت يا واتي روحك يا عوس الامين بعدهم ورؤى الجمل. يلا افتحنا الصوت. هاي هاي يلا يا محمد قمو. محمد من الثاني قلت له اعطيته الاذن فتحت الصوت اللي اعطيتكم الاذن. هيا باش النودو يسدنا الوقت الحصه بتكمل. هيا محمد محمد بقره لها قرنان. هنا يا محمد شوف هنا رسمنا خلينا نطلع من هذه. خليك شويه محمد خلي هذه سهله. هذه توصيل درت قرن الاول درت القرن الثاني هنا بتكمل قرن قرنان. خليك يا محمد حتنور هنا. كم عند الكرسي أرجل يا محمد؟ محمد قمو كم عند رجل الكرسي؟ أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. وهذا أربعة اثنين ثلاثة أربعة. ب النحلة النملة كان عند كم عندها رجل يا محمد؟ محمد عد رجلها عدها عد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة ستة. هذه واحدة هذه اثنين هذه ثلاثة هذه أربعة هذه خمسة هذه ستة نفس الشيء. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا عرفنا كيف نديروا لهم عرفنا كيف نحلوهم. باه نسكروا محمد نسكر يعني محمد ونفتح. من اللي قلت له رؤى ومن تاني معلش راهو الصورة مرة تهرب مني. رؤى وأوس الأمين. أفتح يا أوس الصوت. وينها رؤى وينها رؤى رؤى وين الجمل؟ حاضر كنا حنود واللي ما نودش اليوم حينود حصة غدوة. رؤى الجمل اها افتحي رؤى وينها رؤى انا ما تتحركوا معش اها افتحي الصوت من عندك يا رؤى توا. محمد الامين تحت صوت
يلا أوس الأمين مش محمد الأمين. أفتح الصوت عندك يا أوس، أنت ورؤى. أوس ورؤى أفتحوا الصوت. قطعتكم الإذن. فتحتي يا رؤى؟ أوس؟ أوس فتحت الصوت. يلا يا أوس، وينك يا وينك يا أوس؟ توا يا رؤى دور أوس. يجاوب لي أوس وبعدين أنت. يلا أوس. يلا يا أوس، كم عندي ورقة يا أوس؟ أوس كم عندي ورقة؟ عد الأوراق اللي هنا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. كم بنرسم ورقة يا أوس؟ ثمانية. يلا شوف كيف نرسمها يا أوس. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ونفس الشيء هنا. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. بس. وكم خط عند الحمار الوحشي يا أوس؟ وينك يا أوس؟ ما نشوف شيء كان. يلا يا أوس. ورؤى. ورؤى رؤى توا رؤى بعد أوس بتنوض. يلا. ها يا أوس كم عندي؟ زيبرا كم عنده؟ أوس هاي نشبح فيك عدهم. واحد. يلا خلصنا. واحد. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. سنت يا أوس باهي تعالى يا أوس، توا بنسألك هو واحدة بتجاوبها باش تاخذ رؤى الإجابة. توا ماثل هنا الأرقام بالكلمات لوطا وهني بالأعداد. هنا سبعة تسعة ثلاثة اثنان أربعة عشرة. سبعة تسعة ثلاثة اثنان أربعة عشرة. الثلاثة حرف الثاء تبدأ. وين الكلمة اللي بدأت بحرف الثاء؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة؟ دور حرف الثاء واخدينهم الحروف احنا. أما هي هل هي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة؟ رقم ثلاثة وينها بالكلمات؟ هيا أو هيا ودي روحك يا رؤى بعدها. ثالثة. أحسنت نوصلها للثالثة. أحسنت. يلا يا رؤى الجمل. هيا يا رؤى. إبراهيم الكبير بعدها. أفتح الصوت إبراهيم. هذا شنو الرقم؟ وين؟ عشرة. باهي ركزي معي بتعطيني الإجابة الصحيحة. عندي سبعة تسعة ثلاثة قدرنا اثنان أربعة عشرة. العشرة هي اللي أما وين بالكلمات بنوصلها لها يا رؤى؟ الأخيرة. ممتاز. باهي سبعة وينها السبعة؟ هي أما هي الأولى. ممتازة يا رؤى أحسنتي. يلا إبراهيم عندي اثنان نبهها بالكلمات وين الكلمة تبدأ بأ أو ثاء؟ إث إث. هل هي الثانية ولا الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. ممتاز أحسنت يا إبراهيم. باهي أربعة وينها كلمة أربعة؟ مش حارة. عندي تسعة وأربعة وين الثانية ولا الخامسة؟ الخامسة. الخامسة. من اللي أعطاني الإجابة؟ أنا فاطمة. فاطمة إحنا نضمة يا فاطمة معاش نعطوا الإجابة نخلو فرصة لغيرنا. توا فتحي فتحي أفتح الصوت وعلي موسى أفتح الصوت. أفتح الصوت يا علي أعطيتكم الإذن. يلا أعطيتك فتحت لك من عندي. يلا علي كويس يا علي. يلا فتحي أفتح الصوت من عندك يا فتحي. فتحت لك فتحي أنور أفتح الصوت. يلا يا علي هذا شني تسعة وين تسعة يا علي؟ علي موسى ثانية. ممتاز يا علي. يلا يا علي اكتب العدد هنا سبعة هنا تقدر تتهجها خمسة
ممتاز يا علي، ما شاء الله عليك، مع انكم مش واخدين هلبة حروف، بارك الله فيك يا علي. يلا ممتاز يا علي، نشوف اللي بعده. مفتاح، افتحي. يلا تسنيم خالد، افتحي الصوت، افتحي الصوت من عندك. عبد الرحيم مصباح، افتح الصوت. ندى، افتحي الصوت. ندى احمد، يلا تسنيم. هذا شنو هو؟ خلينا نتهجه. هذا حرف شنو؟ سا بالكسرة، شنو نقولها؟ سي. سا. من اللي قبل الخمسة؟ من هو اللي يجي بعد الخمسة؟ بعد الخمسة ستة. من يا تسنيم؟ تسنيم محد. ستة. ممتازة يا تسنيم. يلا ندى، ندى دورك يا ندى. هو الرقم هو انتهجه ندى. ثلاثة. ممتازة، ممتازة يا ندى. باهي عبد الرحيم، عبد الرحيم مصباح، أول رقم أخذيناه شنو هو؟ واحد. واحد، ولي الأمر معاش ندخنه، خليه بروحه، احنا بنتعلمه كيف نميزه. باهي الياس لا نضنا. عبد الرحمن المجدوب، أفتح الصوت. باهي هادو كلهم ناضوا، لو سمحتوا أدخلوا تلميذ باسمه. جلال الزياني، افتح الصوت. ورؤية تجوري، افتحي الصوت. يلا مستعدين؟ يلا اول واحد مستعدين. من اللي يكلم فيها توا؟ انا عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن، شنو الرقم هذا يا عبد الرحمن؟ تهجوا يلا. أربعة. أربعة، باه كويس. أربعة. أربعة، باه اللي بعده. من هو اللي توا؟ اللي افتح توا الصوت. مني 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 مني. جلال، افتح الصوت، اضغط يا جلال على الصوت. جلال الزياني، اضغط على الصوت. يلا يلا يا شودي أيوب. شودي وينها؟ شودي ولا شدا؟ قول افتح يا ابله الصوت. افتح يا ابله. باهي يا جلال، يلا يا جلال. من هي اللي بعد الثمانية وقبل العشرة؟ هي تبدأ بحرف التاء مكسورة، تي. قلت لك من هي اللي قبل ال اللي بعد الثمانية وقبل العشرة؟ أما رقم تشبح تسمع فيك تكلمك كلام. خليني نسمع فيك، نسمع فيك. لا بعد الثمانية وقبل العشرة. تسعة. تقولها تسعة. ممتاز. تسعة. ممتاز، أحسنت يا جلال، كويس. ها مني بنوت تاني، مني بنوت تاني. هادي وليت ورؤى، ايه افتحت لكم، افتحوا الصوت. هيا ما زالت 3 دقايق. يلا واللي ما نضش اليوم معاد ومهاد، يلا افتحوا الصوت معاد ومهاد. شودي افتحي الصوت يا شودي، حتى انت لكن بالدور، بالدور. باهي بالدور اوليت، هادي وليت، هادي وليت الاول. باهي هادي وليت، هادي وليت. لو سمحتوا اولياء الامور يغطوا شعركم يطلعوا من الكادر، يطلعوا من الكادر. يلا هادي وليت، اسمع فيا هادي، اسمع فيا هادي. العدد اللي ماليش قيمه شنو هو؟ صفر. 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 ممتاز. من اللي جاوبني؟ من اللي جاوبني؟ هادي. احسنت. با من اللي تاني فتحت له الصوت توا يكلمني؟ اللي فتحت له الصوت معاد ومهاد. يلا معاد. انا 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 باهي. حاضر، خلي معاد ومهاد وبعد انت. با يلا معاد ومهاد وينهم؟ معاد ومهاد مش حتقدر تفتح الصوت، انا اللي نفتحه لك. يلا معاد ومهاد. باهي تسمعوا فيها شودي، خلينا نشوف اللي على شودي. العدد اللي بعد 7 وقبل 9 من هو؟ مني بعد 7؟ ثمانية. ممتازة يا شودي، أحسنتي. يلا يا معاد ومهاد، أحسنتي يا شودي. سكرنا الصوت. يلا الياس. باهي معاد، تسمع فيها معاد ومهاد الاخوات التوأم انتم. يلا يلا يا معاد انت الاول. من هو العدد اللي بعد الواحد وقبل الثلاثة يا معاد؟ اثنان. اثنان، ممتاز. مهاد، يلا يا مهاد، يلا يا مهاد وينك؟ باه لون اللوحة التي تحمل عددا اصغر،
مهاد من الأصغر، خمسة ولا ثمانية؟ خمسة. ممتاز، باللون الخمسة لونها. باه، نقفل، نفتح لميني، نفتح لميني 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 مع ناضش. يلا جود وسام حمودة افتحي، والياس برباش. يلا افتح، افتح يا الياس وافتحي يا جود، من اللي بيفتح الاول هو بيجاوب الاول. يلا يلا يا الياس. جود يلا يا جود افتحي. الياس تسمع فيها الياس. يلا من الاصغر، سبعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ممتاز يا الياس، الاول اللوحة اللي تحمل الرقم ثلاثة. يلا يلا يا جود، يلا سكر الصوت يا الياس. يلا جود، وينها جود؟ هارون، يلا يا هارون. هارون افتح الصوت يا هارون. انا جود. يلا يا جود، يلا يا جود، من هي اللوحة اللي تحمل العدد الاصغر يا جود؟ هل هي اثنان ولا اربعة؟ اثنين. ممتاز هارون، افتحت يا هارون. هارون نسكر الصوت يا جود. يلا هارون، هارون يلا يا هارون افتحت. رد علي كم فتحت هارون؟ علي الصوت. نعم باه. من الأصغر يا هارون، عشرة وإلا تسعة؟ أصغر مش أكبر، ركز يا هارون. همام افتح الصوت، افتح الصوت، واللي خاش باسم أميرة نور الدين يفتح الصوت حتى هو. يلا لأن أنت مش خاش باسمك. يلا يا هارون، عشرة ولا تسعة الأصغر؟ تسعة. تسعة، اللي عنده تلميذ في سنة ثالثة شوية ونفتحه. يلا نسكر الصوت يا هارون. يلا من اللي فتحت له؟ من اللي فتحت له؟ همام. يلا يا همام. همام من الأصغر يا همام، واحد ولا ستة؟ ستة. الأصغر واحد، كويس. يلا اللي بعده آخر واحد. يلا معلش غدوة بنكملوا حل التدريبات. باهي عدنا ناني. هاي يلا شو اسمك أنت؟ عبد الله. يلا يا عبد الله، تسعة وثلاثة، من الأصغر يا عبد الله؟ ثلاثة. ثلاثة، تسعة وثلاثة الأصغر ثلاثة. وهذا كان حل التدريبات. عندي 23 و 24 و 25 واجب. باهي 23 24 و 25 واجب. اليوم اللي ينادوا اليوم، غدوة مش حينودوا، غدوة حنعطوا الفرصة للناس التانية. باهي باش يبدأ كلنا نايدي. لأنها كم صفحة؟ ثلاثة صفحات. تمام ريثان والمجموعة اللي ما ناضتش، غدوة حتنوضوا، والمجموعة اللي ناضت اليوم غدوة بتحضر وتحل معنا التدريبات. غدوة عندنا حصة شني رياضيات. مع السلامة.